مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا الكرام، ورحب بكم إلى جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن، والتي تبث عليكم لهذا اليوم الموافق الأحد 17 من شهر أيلول لعام 2023. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، معنا في الإخراج الإذاعي محمود معطان، وفي الإخراج التلفزيوني والتنسيق محمد زغا، ومعكم في إعداد وتقديم هذه الجولة إيمان حامد، فأهلا ومرحبا بكم متابعينا. برنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونستهل جولتنا بأبرز العناوين. اعتقالات واعتداءات على المرابطين بالاقتحامات الأقصى. تدهور خطير على صحة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي. ولليوم 46 الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما ضد اعتقالهما الإداري وسط ظروف صحية صعبة. والسعودية تجمد محادثات التطبيع مع الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا ومرحبا بكم. باشرت النيابة العامة والشرطة بالتحقيق بظروف وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عاما جنوب مدينة نابلس. وذكر العقيد لؤي رزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة. إلى قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع نيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة رفح، وسط توقعات باندلاع مواجهات على حدود القطاع. ويأتي ذلك وسط دعوات للتظاهر على الحدود الشرقية ردا على اقتحامات المستوطنين الأقصى فيما يسمى عيد رأس السنة العبرية والاعتداء على المرابطين في القدس. ويوم الجمعة أصيب 12 فلسطينيا من بينهم صحفيين خلال مظاهرات شعبية أقيمت في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وحملت اسم جمعة شهداء الدفاع عن الأسرى.
إلى ذلك انتهت فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى بمشاركة عشرات المستوطنين وسط حماية من شرطة الاحتلال للقيام بأكبر عمليات اقتحام وإقامة صلوات تلمودية والنفخ في الأبواق. ورغم التحشيد الكبير لمنظمات ما تسمى أمناء جبل الهيكل للمشاركة بعمليات الاقتحام وتوفير مواصلات مجانية نظرا لتوقف حركة المواصلات بسبب عيد رأس السنة العبرية، إلا أن الأعداد كانت أقل من السنوات الماضية. ومنذ ساعات الصباح تولت الاقتحامات، وقامت شرطة الاحتلال بمحاولات لتفريغ الأقصى من الشبان، فاعتقلت 5 منهم واعتدت على المرابطين نظام أبو رموز من القدس وأبو بكر الشيمي من الداخل والمرابطتين المقدسيتين عايدة الصيداوي ونفيسة خويسة، في الوقت الذي فرضت فيه حكما جائرا على المرابطة منتهى أمارة من زلفة بالداخل الفلسطيني بإبعادها عن الأقصى لمدة نصف عام. وإلى مدينة الخليل، حيث أدى مستوطنون طقوساً تلمودية بالقرب من الباب الشرقي في الحرم الإبراهيمي الشريف. واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري قيام المستوطنين بأداء طقوسهم بالقرب من الباب الشرقي للحرم في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار التي تحيط بالحرم الإبراهيمي نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في تحد واضح وسافر لمشاعر المستوطنين. لنتابع. إلى ذلك، قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي أن حكومة الاحتلال تستغل أعيادها للتصعيد في المسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني. وأشار الهدمي في بيان له إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إنهاء الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأقصى عبر منع المصلين من الدخول إلى المسجد بعد الاعتداء عليهم بالضرب أو ملاحقتهم بالاعتقال. وأضاف في الوقت الذي قامت فيه بتقييد دخول المصلين للأقصى وملاحقتهم واعتقالهم بعد الاعتداء الهمجي عليهم، فإن شرطة الاحتلال سهلت وشجعت اقتحامات المستوطنين للأقصى وأداء الطقوس التلمودية. إلى ملف الأسرى المتابعين، حيث أكد نادي الأسير أن الوضع الصحي للأسير عاصف الرفاعي الذي يبلغ من العمر 21 عاما والمصاب بالسرطان آخذ بالتدهور الخطير مقارنة مع الفترة الماضية. وبين نادي الأسير أن الأسير الرفاعي خضع لعملية جراحية في مستشفى ساف هاروفي الإسرائيلي ونقل إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة الأربعاء الماضي، وبعد ظهور ورم جديد أدى لحدوث ضرر كبير في إحدى كليتيه. وطالب البيان كافة الجهات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عنه. إلى ذلك، يواصل المعتقلان كايد الفسفوس من دورة في الخليل وسلطان خلوف من برقين في جنين إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 46 على التوالي ضد اعتقالهما الإداري و
وسط ظروف صحية صعبة. وأوضح نادي الأسير أن الوضع الصحي للأسيرين يزداد سوءا مع مرور الوقت في ظل رفض أجهزة الاحتلال التعاطي مع مطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري التعسفي والمماطلة في نقلهما إلى المستشفيات المدنية واستمرار احتجازهما في الزنازين. في الأخبار المحلية، توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام أثر تعرضها لحادث دهس في الخليلة. وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادثة ناجم عن تعرض الطفلة للدهس أثناء توجهها للمدرسة من قبل شاحنة لجمع النفايات، وتم نقلها أو نقلها للمشفى وأعلن الأطباء عن وفاتها. وأكد رزقات أنه تم التحفظ على سائق الشاحنة وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطات المرور للوقوف على ملابساته. تعقد وزارة الاقتصاد جولة مركزية تستمر لمدة 3 أيام تضم 4 مفتشين من 4 محافظات لمتابعة كافة المخابز في الضفة. وأوضح مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي أن العمل سيكون في محافظة رام الله وجميع محافظات الشمال ونابلس والقدس والخليل، وتكثيف العمل على وسط المدن الكبير. وحول حادثة مخبز رام الله قال بأنه سيتم إحالة الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية، وسيبقى المخبز مغلقا لحين صدور قرار من المحكمة إما يؤيد قرارنا بإغلاقه أو عكس ذلك. وأكد أن ما جرى لا يعتبر مخالفة وإنما جناية أو جريمة، وأن عقوبة ذلك من 1 إلى 3 سنوات بالإضافة لغرامات مالية، لافتا إلى أن الحكم النهائي بحق تاجر من اختصاص القضاء الفلسطيني. رحب الرئيس محمود عباس بقرار لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بتسجيل موقع أريحة القديمة تل السلطان على قائمة التراث العالمية. واعتبر الرئيس قرار لجنة التراث إدراج موقع أريحة تل السلطان أمرا بالغ الأهمية ودليلا على أصالة وتاريخ الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه للبشرية جمعاء. وإلى ملف حلقتنا الأبرز، حيث نقل موقع لافا السعودي عن مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع الاحتلال. للمزيد حول هذا الملف متابعينا، يسعدنا أن نستضيف الدكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية. دكتور، أسعد الله مساءك. مساء الخير لكم وللسادة المستمعين، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك معنا عبر وطن. يعني دكتور، برأيك كيف يمكن قراءة هذا الموقف السعودي بتجميد التطبيع حاليا وإغلاق الحديث عنه؟ هل هي خطوة جادة برأيك أم هي مجرد مناورة سياسية؟ أنا بعتقد يعني فيها بعد من التكتيك السياسي، ويبدو أنه في هناك أكثر من عامل وأكثر من متغير وقف وراء هذا التحول السعودي المفاجئ. أنا برأيي أهمها عدم جدية دولة الاحتلال. أعتقد أن السعوديين استقوا الرسالة وقاموا بتحليلها. الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة يمين لن تتنازل يعني بسهولة، ليس فقط في الملف الفلسطيني، حتى في القضايا التي تخص السعودية بما فيها حصول السعودية على سلاح أمريكي متطور وحصولها على مظلة نووية وقضايا أخرى مرتبطة في العلاقات السعودية الأمريكية. أعتقد أن حكومة الاحتلال وطبيعتها وسياساتها القائمة على أساس يعني القتل والتهجير وصعوبة تسويقها في هذه المرحلة كان من العوامل الهامة. العامل الثاني أنا بعتقد وهو عامل مهم، أنا برأيي المملكة العربية السعودية تعتقد في هذه المرحلة أن عمل هذه الصفقة في ظل وجود حكومة بايدن الديمقراطية يعني غير مجدي، ربما ينتظر السعوديون للعام القادم.
حتى تظهر إدارة أخرى لأربع سنوات قادمة، ويمكن أن يصبح تغيير في الإدارة الأمريكية. السعوديين مرتاحين أكثر مع الحكومات الجمهورية ومع الإدارات الجمهورية، لذلك أعتقد أنه في هناك تحول في قراءة الصورة، ويبدو أن السعوديين ربما استقوا بعض المعلومات من واشنطن تفيد بأهمية يعني التريث. السعودية دولة مهمة ولها وزنها في السياسة الإقليمية وفي السياسة الدولية، تقيم سياساتها بناء على مصالحها، لذلك أنا أعتقد في هناك يعني مجموعة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي برزت وربما أقنعتهم بأهمية تأجيل هذه الصفقة ربما إلى يعني إلى المدى القصير أو المدى المتوسط. نعم، طب برأيك دكتور ما الذي تريده السعودية للموافقة على ثمن التطبيع مع الاحتلال للفلسطينيين؟ أي بمعنى هل تريد مجرد خدمات عادية أو مساعدات اقتصادية أو خدمات سياسية؟ يعني أنا بعتقد إذا كان التركيز على المساعدات الاقتصادية والخدمات الإنسانية فهذا غير مجدي لترويج هذه الصفقة خاصة للشعب السعودي وللشعوب العربية، وبالتالي سيكون هذا بمثابة ضربة كبيرة لمبادرة السلام العربية التي تقدمت بها أصلا المملكة العربية السعودية يعني زمن الملك عبد الله. لذلك أنا بعتقد إنه السعوديين في هذه المرحلة معنيين بشكل أكبر بأن يتحول مشروع السلطة الفلسطينية إلى 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 دولة، وأن تكون قادرة لإدارة شؤونها، وأن تتوفر لها الاستدامة السياسية ويعني والمالية في هذه المرحلة. لذلك أعتقد أنه للوهلة الأولى ربما تكون المطالب اقتصادية خدماتية إنسانية، لكن في العمق أكيد في هناك جوهر سياسي. ليس من مصلحة السعوديين ولا الأمريكان ولا حتى المنطقة ككل أن تبقى فلسطين في هذه يعني الدوامة من العنف والعنف المضاد. وأنا أعتقد أن السعوديين تماما يدركوا أنه أي حل غير سياسي وغير عادل للقضية الفلسطينية يمكن أن يفجر الأوضاع مرة أخرى. السعودية تحاول أن تستثمر مليارات الدولارات في المشروع، في المشاريع الإقليمية الاقتصادية والخدماتية والتكاملية، وبالتالي هي غير مستعدة أن تخسر هذه المليارات في حال تفجر الصراع مرة أخرى. هي تدرك تماما أن فلسطين على فوهة بركان، وأن سد هذه الفوهة يحتاج إلى مبادرة سياسية، والمبادرة السياسية يجب أن ترتبط يعني بالمصالح والأهداف المنشودة من وراء ذلك. نعم، طب برأيك لأي مدى ممكن السعودية أن تظل مصرة على موقفها بتأجيل الموافقة؟ هل موقفها إلى حد الآن هو موقف جاد؟ إلى أي مدى ممكن أن تتحمل الضغوطات عليها لإنجاز هذا الملف؟ أنا بعتقد أنه يعني الموقف السعودي يعني ليس ثابت 100%. تغير الموقف السعودي مستقبلا رح يعتمد على عدة عوامل. أولى هذه العوامل كما قلت ربما تغير الإدارات الأمريكية وتغير لون الإدارة، وبالتالي سندخل في جولة مفاوضات يعني جديدة ومتجددة. إذا صار تغيير أيضا في إسرائيل في دولة الاحتلال، لأنه من الممكن أن نشهد انتخابات ربما في العام القادم، خاصة أن أداء الحكومة الإسرائيلية الحالي يعني في غاية يعني السوء، ولم تنجز كثيرا لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي. والعامل الثالث أيضا أنا بعتقد على العلاقات السعودية الإقليمية، خاصة في تنسيقها مع الدول العربية مع مصر، وحتى في تنسيقها مع دول مثل الصين، وحتى يعني تسوية بعض القضايا المرتبطة مع إيران والنفوذ الإيراني. فأنا بعتقد أن الجاهزية الإقليمية والجاهزية الدولية للسعودية ستحتم عليها ربما إعادة ترتيب الأهداف والأوضاع والمصالح في المنطقة، خاصة إذا صارت انتخابات جديدة. لكن أعتقد أن التنسيق الفلسطيني في هذه المرحلة مع السعوديين ربما يكون أحد الخيارات المتوفرة، حتى وإن لم نرضى ببعض يعني القضايا يعني المرتبطة مع التطبيع، لكن يبدو أن الخيارات الفلسطينية يعني ليست كثيرة وإنما قليلة. إحداها طبعا تفعيل الميدان واستمرار حالة الهبة والاستثمار السياسي والتنسيق مع الدول العربية في مشوار الاستثمار السياسي لهذه الهبة المتجددة في فلسطين. نعم، طيب برأيك الفريق الفلسطيني الذي زار السعودية منذ فترة، ما هي التفاهمات التي توصل إليها هذا الفريق مع السعودية بخصوص الشروط التي يوضعها على الاحتلال لإنجاز هذا الملف؟
يعني أنا بعتقد يعني أنا مش مطلع بالشكل، لكن تحليلي يقول أن الجانب الفلسطيني يعني انغمس مع السعوديين في قضايا سياسية، وربما الرسالة كانت واضحة، عدم مناقشة المضمون السياسي والمحتوى السياسي للقضية الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى يعني إلى هزات وإلى انتفاضات وإلى هبات، وبالتالي سيكون الاستثمار السياسي السعودي غير مجدي. أكيد في هناك نقاشات أكبر حول يعني المساعدات الاقتصادية والمساعدات المالية وفك الحصار يعني وفك الحصار عن غزة، وحتى يعني ربما ملف المصالحة تم مناقشته، لكن أنا بعتقد إنه الجانب الفلسطيني يعني أوصل رسالة سياسية مضمونها أن الحل هو حل سياسي بامتياز، وأن المشاريع الإقليمية حتى وإن أخذت الطابع الاندماجي والتكامل والاقتصادي لن تجدي نفعا إذا 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 لم يتوفر الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين. وأنا بعتقد إنه يعني أصبح الكل يدرك إنه حاليا يعني السعودية هي اللاعب الأهم في المنطقة فيما يتعلق بعملية السلام. هذا طبعا ربما جاء في ضوء تراجع ربما الدور المصري والأدوار الأخرى، لذلك يعني يحاول الجانب الفلسطيني أن يتشبث بهذه الآمال يعني التي بزغت من جديد، ويحاول طبعا أن يجدد يعني منظومته الإقليمية، لا سيما أنه كما قلت يعني الخيارات السياسية والخيارات الميدانية يعني ما زالت قليلة، ويجب الاستثمار في الموجود حاليا، لا سيما أن هناك حكومة احتلال أصولية توراتية يعني سهل الانقضاض عليها على الأقل دوليا، لأنه أجنداتها واضح أنها أجندات ظلامية، كذلك يعني سياساتها تقوم على الإقصاء وتقوم على أساس يعني قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين فضلا عن تهويد الأرض ودعم المستوطنين. نعم، طيب ختاما دكتور، يعني برأيك هل من الممكن أو إلى أي مدى ممكن الاحتلال في نهاية المطاف ممكن أن يرضخ لمطالب السعودية تجاه المطالب الفلسطينية، ممكن أن يقدم تنازلات حول الشروط التي وضعتها السعودية، وإلى أي حد أو هو المستوى الذي ممكن أن توافق عليها إسرائيل في حال وافقت؟ أكيد أنا بعتقد أن إسرائيل لن تتفاعل كثيرا مع المقترحات السياسية ومع المطالب السياسية، خاصة إذا تضمنت انسحابات من بعض يعني المستوطنات وإخلاء بعض المستوطنات وربما إعطاء شكل من أشكال السيادة على مدينة القدس. الحكومة الإسرائيلية الحالية قواعدها الانتخابية هم المستوطنين وغلاة المستوطنين واليمينيين وغلاة الجيش، لذلك من غير المتوقع أن تتنازل ليس فقط للسعودي وإنما أيضا لدول أخرى بما فيها الإدارة الأمريكية. في هناك يعني ممكن أن يصبح يعني شكل من أشكال المفاوضات وشكل من أشكال التنازلات إذا تغيرت الحكومة الإسرائيلية الحالية، لذلك أعتقد أن تغير في واشنطن سيؤدي إلى تغييرات في تل أبيب، وباعتقادي أيضا أن الإدارة الديمقراطية الحالية غير مرتاحة تماما في تعاملها مع حكومة نتنياهو بن كثير سموتريتش، لذلك يعني من المصلحة الأمريكية ربما مستقبلا خاصة إذا فازت الإدارة الديمقراطية مرة أخرى أن ترى تغير يعني تغير سياسي وتغيير سياسي في إسرائيل، أو ربما أن تشهد يعني عملية إعادة ترتيب الأوضاع والتكتل الائتلافي بحيث يعني تظهر حكومة ربما فيها نتنياهو وربما يمين الوسط الذي كان حاكما في إسرائيل، لذلك الإدارة الأمريكية تحاول يعني أن تبرز معادلة جديدة في دولة الاحتلال إما من خلال الانتخابات وإما من خلال انهيار هذه الحكومة وربما الدعوة إلى حكومة ربما ائتلافية وطنية تستطيع أن تتعاطى مع الشأن الداخلي والشأن الخارجي. معروف أن إسرائيل في أزمة حتى في ملف الإصلاحات القضائية وفي أزمة في تعاطيها مع الملفات الدولية بما فيها علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، شكرا جزيلا لك على كافة هذه المعطيات وكافة هذه الإيضاحات، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أيمن يوسف، شكرا جزيلا لك. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة قادما من العاصمة الكوبية هافانا، ومن المقرر أن يلقي يوم الخميس القادم 21 من شهر أيلول الجاري خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في السياق، توجه رئيس الوزراء محمد الشتيه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة بحضور 46 دولة، وسيقدم رئيس الوزراء للاجتماع ثلاثة ملفات تتعلق بالوضع المالي في ضوء استمرار الحرب المالية التي تشنها إسرائيل على شعبنا والاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة وبرنامج الإصلاح الحكومي والخطط التنموية المعدة للسنوات الخمس المقبلة. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري عن انطلاق حملة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا والزلزال في المغرب تحت شعار فلسطين معكم، ووجه المغرب نداء لأبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة المنكوبين في المغرب وليبيا. في مدينة ريحة انطلق موسم قطف التمور بالتزامن مع سلسلة فعاليات اعتماد تل السلطان ضمن لائحة التراث العالمية، وقال وزير الزراعة رياض العطاري إن هذا الافتتاح يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين الوزارة وشركاء آخرين لتقدير محصول هذا العام، إذ تم تحليل الإحصائيات لمعرفة المساحات المزروعة وكميات الإنتاج، وأشار إلى أن هذه المعلومات تهدف إلى تحقيق تنظيم أفضل وضمان توزيع التصاريح بشكل عادل للمزارعين. متابعينا، عرض الفنانون الفلسطينيون 62 لوحة فنية في المعرض الذي حمل عنوان فضاءات لونية. لنتابع. في هذا المعرض عشرات اللوحات الفنية من كل فلسطين التاريخية. هذه اللوحات ليست للعرض فقط وإنما للبيع، لكن لا أحد يشتري. ياريت فعلاً إنه ما نسمع، مجرد بس نسمع، مجرد إنه نيجي فقط نتصور صور وصور بس إنه جنب اللوحة وعمل معرض. يعني أنا هني بعمل عدة معارض هون، ولا يعني مش على سبة الشخصية، ما ولا لوحة بتنباع ولا لوحة بيحكوا عن أعمال بدهم يشترون، بس ما حدا بيشتري نهائياً. يتساءل الفنانون أين وزارة الثقافة والقطاع الخاص؟ ادعموا الفنان حتى تكون رسالته واضحة، لأنه هو الوحيد اللي قادر أنه يوصلكم لرقي للشعوب الأخرى. هل ستدعم الفنان الفلسطيني؟ وإلى مهرجان العنب الخليلي الذي انطلق في خان شاهين بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل بنسخته الثالثة. لنتابع. مهرجان أيام العنب الخليلي بنسخته الثالثة ينطلق في خان شاهين بالبلدة القديمة وسط محافظة الخليل. المزارع سامي النتشي واحد من بين عشرات المزارعين المشاركين في المهرجان، ترعرع في أزقة البلدة القديمة وعمل في حقولها مع آبائه وأجداده، وورث زراعة العنب منذ أكثر من 40 عاماً. جاء اليوم كي يعرض ما لذ وطاب من العنب الأشهر في سائر فلسطين. اليوم أنا مبسوط من الناس إنها نازلة على البلدة القديمة لو ما اشترتش، يعني إحنا مستنين إنهم يشتروا، سائلين انه ينزل على البلده القديمه وتعمر هذه البلده، يعني بوجود الناس بتعمر وبتزدهر وبتصير في حركه ناس تشجع، لانه في ناس تكون خايفه تنزل، بس تشوفوا هالكم هذا انه بينزل ما فيش شيء في البلده، معناته بعاود بيرجع بينزل، لانه هذه البلده لها كل حجر فيها له قصه. عشرات آلاف الدنومات المزروعة بأشجار العنب تزين حقول محافظة الخليل، تغنى بها الشعراء أجمل أبياتهم، ونظمت في بساتينها أغاني تراثية لعل أبرزها الشهد في عنب الخليل. الشهد في عنب الخليل وعيون ماء السلسبيل.
نتيجة الأهمية الاقتصادية والوطنية التي يحظى بها عنب الخليل، باتت المحافظة على موعد سنوي مع مهرجان العنب. نبدأ فعاليات مهرجان الخليل، وهو المهرجان الأوسع الذي يستمر عدة أشهر لتسويق مدينة الخليل حضاريا وثقافيا وتراثيا وسياحيا. مهرجان العنب في الخليل، لأنه عندما تذكر الخليل يذكر العنب. ويأتي مهرجان أيام العنب الخليلي برعاية استراتيجية من البنك الإسلامي الفلسطيني. نحن اليوم سعداء أن نشارك في هذا المهرجان، مهرجان الخليل وبأيام العنب بشكل خاص، ودورنا يأتي ضمن مسؤولياتنا المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني ودعم كافة قطاعات أبناء شعبنا، وخاصة القطاع الزراعي اللي يعتبر أساس من أساسيات الاقتصاد في الوطن. ويزرع في المحافظة أنواع كثيرة من العنب، منها الشامي والحلواني والدابوق البلدي والجندلي. وساهمت زراعة العنب تاريخيا في الخليل في دعم صمود المزارع على أرضه، وخصوصا في البلدة القديمة التي تتعرض لتهويد إسرائيلي ممنهج واعتداءات يومية من قبل المستوطنين. يتزين خان شاهين بأجود وأشهى أصناف العنب في فلسطين، فعنب الخليل شريان حياة المواطنين في المحافظة وإرث نضالي متوارث يدعم الصمود ويقاوم الاستيطان. علي الطيطي لشبكة وطني الإعلامية، الخليل. إلى الأخبار العربية متابعينا، حيث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول في مدينة درنة الليبية إلى 11300 قتيل و10100 مفقود، في حين تتواصل جهود البحث عن المفقودين جراء السيول في درنة، وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه. وفي المغرب، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لليوم العاشر على التوالي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. دوليا، قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا إنه لا يوجد تمديدا لاتفاق نزع سلاح المعارضين لإيران في العراق الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال يومين. وبموجب الاتفاق الموقع مع العراق أواخر آب الماضي، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 من أيلول الجاري. وفي ختام هذه الجولة نتوقف مع حالة الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بشكل عام ولطيفا في معظم المناطق. غدا نهارا يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. اعتقالات واعتداءات على المرابطين باقتحامات الأقصى. تدهور خطير على صحة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي. ولليوم 46 الفسفوس وخلوفي واصلان إضرابهما ضد اعتقالهما الإدارية وسط ظروف صحية صعبة. والسعودية تجمد محادثات التطبيع مع دولة الاحتلال. بهذا نصل وإياكم متابعينا لختام هذه الجولة الإخبارية من برنامج مساء الخير يا وطن. كنت معكم في إعدادها وتقديمها إيمان حامد، وكان معنا في الهندسة الإذاعية والتلفزيونية محمود معطان، وفي الإخراج التلفزيوني والتنسيق محمد الزغ. نعود ونلتقي بكم غدا وفي ذات الموعد، في حينه إلى في أمان الله. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل
مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا. مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد. مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. مساء الخير من اللد والمثلث. مساء الخير من وطن يا وطن. مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت. مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء. مساء الخير للعمال والفلاحين. مساء الخير للطلاب للفقراء. مساء الخير يا وطن. مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.